الناس كلها عارفة أحمد أبو هشيمة، بس ممكن يكون في بعض الجوانب الناس ما تعرفهاش. الإنجاز إن أنت تحسن الظروف طبعا، وقمة النجاح إنك تحسن الظروف. مشوارك 100% ما كانش سهل، إيه الصعوبات اللي واجهتك؟ هو عمر ما كان الفقر عيب. الصراع ما بين البشر والآلة كبير جدا. احنا ما بنقولش اسرار، هو الكرة فيها ازمة. مش زعلان ان هو بيطردني، انا زعلان ان انا ان الامل راح. طب بقول لك يا بخير، احنا اصحاب، تشوف لي شغلانة هنا. مبسوط ان انا كنت معاك، وتحياتي للشرق، وبشكر فريق العمل كله معاك. ضيفي مع معتز الدمرداش، الجمعة 8 مساء بتوقيت السعودية على الشرق.